اهلا بكم في حلقه جديده من كورس كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم او يسمى اوتوماتيك كنترول، التحكم الالي، اعداد مهندس كرول سيفن. في حلقه النهارده هناخد ترانسفير فانكشن، ازاي احول من ترانسفير فانكشن لديفرنشال ايكويشن، وازاي اعمل تحويل من ديفرنشال ايكويشن لترانسفير فانكشن. فخليكم معانا. لو عندي n اوردر، كلمة N order يعني أعلى تفاضل في المعادلة هيبقى N. linear يعني كل العلاقات فيه خطية، ما فيش حاجة مرفوعة لباور تكعيب أو الصربعة أو تربيع، ما فيش ساين والحاجات دي. time invariant يعني كل البارامتر اللي هنا دي عبارة عن ثوابت لا تتغير مع الزمن. differential equation يعني معادلة تفاضلية. المعادلة التفاضلية اللي قدامنا دي زي ما قلنا N يعني أعلى تفاضل فيها، linear يعني كل الحاجات بتبقى خطية، time invariant يعني كل البارامتر ثوابت. باجي على الشمال بكتب كل الأوتبوت وتفاضلاته، على اليمين بكتب الانبوت وتفاضلاته، وعندي هنا الثوابت زي ما انتم شايفين. فبالتالي المعادله التفاضليه دي عايز احولها لترانسفير فانكشن، او عايز اجيب اللابلاس بتاعها. اعمل ايه؟ لازم اعرف اللابلاس بتاع التفاضل. وبالتالي لو عندي تايم فانكشن اسمها سي اوف تي، خلي بالك السي سمول، عايز لابلاس فيها تبقى سي كابيتال اوف اس، وليها قانون انا يهمني الرمز مش اكتر. لو عندي الداله التفاضليه او التفاضل الاول اللي اسمه دي سي على دي تي، ده التفاضل الاول، ممكن ارمز له سي داش او سي دوت. لو انا عايز له لابلاس بيبقى ايه؟ هنا سي دوت او سي داش او دي، كل الحاجات دي مرفوعه اس واحد، يبقى اكتب اس اس التفاضل، هكتب سي كابيتال اوف اس اللي هي لابلاس للسي مين اوف تي، ناقص سي اوف زيرو، خلي بالك سي سمول هنا، يعني باخد الداله الاصليه اللي هي في التايم دومين وبعوض فيها التيب زيرو. طيب لو انا عايز التفاضل الثاني، يبقى ابدا باس تربيع، لان التفاضل الثاني هتلاقي هنا في ايه 2 اس 2، فتبقى اس تربيع في سي اوف اس. اي حاجه بعدها مباشره بضربها في سالب، يعني اي حاجه بعد الترم ده بتبقى سالب، يبقى ابدا سالب وده سالب. طول ما بادئ باس تربيع الاس تنزل واحد تبقى اس، واللي بعدها تبقى اس اس زيرو. واقف هنا، هبدا هنا بسي اوف زيرو، بعد كده الداله دي بتزيد تفاضليا، بمعنى تبقى اللي بعدها سي دوت اوف زيرو، اللي بعدها سي دبل دوت اوف زيرو. طب اقف فين؟ طول ما انت عايز التفاضل الثاني يبقى في اللابلاس ترانسفورم اقف عند التفاضل الاول. طب لو عايز التفاضل الثالث يبقى اقف عند التفاضل الثاني. خلي بالك هنا ده مش التفاضل للداله وبس، لا ده التفاضل وبعوض فيه التي بزيرو، وهنا بعوض في الداله نفسها التي بزيرو، يبقى دي اسمها انيشال كونديشن للداله وتفاضلاتها، دي انيشال كونديشن للداله. اما لو الداله فقط فانت مش محتاج الانيشال كونديشن بتاعتها، لان السي اوف تي بتساوي سي كابيتال اوف اس ده اللابلاس بتاعها. وبالتالي القانون العام لو عندي التفاضل اس ان لسي، هتبقى سي بين قوسين اس ان، يعني معناها عندي عدد ان من الدوت اللي موجوده فوق السي، بدل ما انا اكتب الدوت اللي هي النقط اللي فوق دي بكتب بين قوسين ان، معناها التفاضل النوني ده قلنا هيبقى اس اس ان، يعني بياخد نفس الباور اللي هنا سي كابيتال اوف اس، اي حاجه بعده بتبقى بالسالب. وابدا بعد كده انزل الاس واحد، تبقى اس ناقص واحد في سي اوف زيرو، ناقص اس ناقص اتنين بتنزل بعد كده سي دوت اوف زيرو، وهكذا. لو عوضت الكي بان هنا في النهايه هتبقى عندي اس اس زيرو، يبقى اقف في النهايه عند اس اس زيرو، هيبقى التفاضل عندي اس ان ناقص واحد، تمام. وبالتالي المعادله اللي قدامك دي لو انا حبيت اكتبها في اللابلاس اكتب ايه؟ الثابت ينزل زي ما هو، التفاضل اس ان تبقى اس اس ان سي كابيتال اوف اس، ناقص الجزء ده الانيشال كونديشن، خلي بالك بعوض في التايم دومين بزيرو، زائد الثابت الثاني هينزل زي ما هو دي ان ناقص واحد تبقى اس اس ان ناقص واحد سي كابيتال اوف اس، ناقص الانيشال كونديشن الخاصه بيها، وهكذا لغايه اي زيرو السي اوف تي تبقى سي كابيتال اوف اس. فروحت انا جمعت كل الانيشال كونديشن الخاصه بالترم ده كله، جمعتها في قوس واحد اسميها انيشال كونديشن ترمز متضمنه السي اوف تي اللي هي خاصه بالسي اوف تي كلها. هاجي ناحيه اليمين البي ام نزلت زي ما هي، اس اس ام عندي ار اوف اس، خلي بالك هنا السي سمول اتقلبت لسي كابيتال، الار سمول في التايم دومين بتتقلب لار كابيتال في اللابلاس عندي، وهكذا لغايه مين البي زيرو تنزل زي ما هي، ار سمول تبقى ار كابيتال اوف اس، زاد الانيشال كونديشن طبعا زي ما شرحنا في التفضيلات هنا. اعمل ايه بعد كده؟ بيروح يقول لك انا هفرض زيرو انيشال كونديشن. طب ايه اللي هفرضه بزيرو انيشال كونديشن؟ اعلى تفاضل هنا ايه؟ اس اس ان يعني التفاضل النوني، يبقى مين اللي هفرضه بزيرو؟ زي ما قلنا لو عندك التفاضل الثاني اخرك التفاضل الاول اللي بتفرضه بزيرو. طب انا عندي التفاضل هنا اس ان، يبقى اخر في الفرض هيبقى التفاضل ان ناقص واحد، وكل ما بيقل عنه في الباور هو ده اللي بزيرو، ده بالنسبه للسي. اما الار فعندي اعلى تفاضل ام، فبالتالي اللي اقل منه ام ناقص واحد،
فكل التفاضلات m ناقص 1 وما يليها اللي هو اقل منها هيبقى بزيرو عند t بتساوي زيرو. يبقى انا لما اجي افرض التفاضل اللي هو اقل من n اللي هو n ناقص 1 وهكذا n ناقص 2 n ناقص 3 لغايه الداله نفسها اللي هي c اوف زيرو. خلي بالك الدوال دي تايم فانكشن او تايم دومين فبتساوي زيرو. تمام، ده الخاص بالاوتبوت. نروح للجزء الثاني الخاص بالانبوت. الانبوت اعلى تفاضل عندي m، يبقى m ناقص 1 و m ناقص 2 وهكذا لغايه الداله اللي هي r اوف 0. 0 بتساوي 0. خلي بالك بعوض هنا t بزيرو في كل التفاضلات دي، نفس النظام مع الاوتبوت. يبقى وقتها نفس المعادله هكتبها تاني. يبقى الانيشال كونديشن اللي هنا دي هتبقى بزيرو، والانيشال كونديشن الخاصه بالانبوت هتبقى بزيرو. كده فاضل لي ايه من المعادله؟ فاضل الشكل ده، ان هنا ان اس اس ان ده الترم الاول سي كابيتال اوف اس، الترم الثاني الترم الاخير كله سي اوف اس، الانيشال بس اللي بي بزيرو. نفس النظام مع الانبوت عندي هنا، يبقى الانيشال كله طار، فضل مين هنا؟ خدت ار كابيتال اوف اس عامل مشترك، طلعت نفس النظام على الاوتبوت، خدت سي كابيتال اوف اس عامل مشترك. فبالتالي لو انا قسمت سي على ار، خلي بالك سي كابيتال على ار كابيتال، هيحصل ايه؟ هيبقى ده في البسط واسحب ده في المقام، تطلع بالشكل ده. فبالتالي انا جبت لابلاس الاوتبوت على لابلاس الانبوت طلعت بالشكل ده، دي هسميها ترانسفير فانكشن. يبقى ترانسفير فانكشن هي لابلاس الاوتبوت على لابلاس الانبوت، وفي الحقيقه هي بتعبر لي على السيستم عندي. بس خلي بالك في شرط مهم، ات زيرو انيشال كونديشن. زيرو انيشال كونديشن ده يعتبر احد عيوب الترانسفير فانكشن، انها مش بتشتغل ولا ما اقدرش احصل عليها الا في حاله الزيرو انيشال كونديشن. طب لو السيستم ليه انيشال كونديشن، في الحقيقه ترانسفير فانكشن هنا بتعجز عن وصف السيستم، بتبقى دي مشكله او احد عيوبها. وبالتالي دي ترانسفير فانكشن، السي هي الاوتبوت والار هي الانبوت. خلي بالك بتعامل كابيتال عشان انا في الاس دومين هسميها جي كابيتال اوف اس، دي ترانسفير فانكشن. لو انا حطيتها في بلوك، السيستم عندي ممكن امثله ببلوك، السيستم ده ممكن يبقى موتور او اي منظومه، فبالتالي ممكن احطه في بلوك. ده السيستم عندي بيبقى ليه دخل، يبقى ار اوف اس هو الدخل والخارج عندي سي اوف اس. فالسيستم عندي او الموتور او ان كان حاجه عملية عايز اوصفها بالرياضة، فبحطها على هيئة ترانسفير فانكشن بالشكل ده. يبقى البلوك ده هو السيستم، بوصفه على هيئة ترانسفير فانكشن. نروح دلوقتي ازاي احول من ترانسفير فانكشن لديفرنشال ايكويشن. لو عندي معادلة تفاضلية بالشكل ده، يبقى اعمل ايه؟ التفاضل هنا مباشرة هحوله للاس دومين مع اهمال الانيشال كونديشن. يبقى ابدا الانسر بتاعتي اقول ان انا هاخد لابلاس الطرفين مع اهمال الانيشال كونديشن، او بقول ان الانيشال كونديشن بزيرو. وبالتالي التفاضل هنا C of T هيبقى S C capital of S، لأن C small of T تتحول C capital of S، والدي هيبقى S أو الزائد. عندي الاثنين تنزل زي ما هي، C of T تبقى C capital of S، خدت C of S capital عامل مشترك بيجيلي S زائد 2. الكلام ده بيساوي إيه؟ R capital of S اللي هي الانبوت. أعتقد الموضوع بسيط ومفهوم. انا فرضت كل الانيشال عندي بزيرو وبقي المعادله مباشره بالشكل ده، وبالتالي انا عايز ترانسفير فانكشن، يعني لابلاس الاوتبوت على لابلاس الانبوت. ايه اللي عرفك فين الاوتبوت وفين الانبوت؟ قلنا ان المعادله التفاضليه اللي على الشمال دايما هو الاوتبوت، وتفاضلات اللي على اليمين هي الانبوت وتفاضلاتها. فبالتالي انا اقسم اوتبوت على انبوت، السي دي هتبقى ايه في البسط، يبقى اسحب الار في المقام وتيجي هنا ده يروح في المقام الناحيه الثانيه، تبقى بالشكل اللي قدامك ده، وهسميها دي اوف اس ترانسفير فانكشن. يعني عندي معادله تفاضليه بالشكل ده وعايز ليها ترانسفير فانكشن، اعمل ايه؟ يبقى لازم اقول له الجمله دي، ان انا هاخد لابلاس الطرفين مع فرض ان عندي زيرو انيشال كونديشن. يلا نبدا مع بعض. دي تكعيب تبقى ايه؟ اس تكعيب، 3 تنزل زي ما هي، دي تربيع تبقى اس تربيع، الدي بس تبقى اس، الخمسه تنزل زي ما هي، سي اوف تي هنا في المعادله دي كلها تبقى سي كابيتال اوف اس، وخدتها عامل مشترك زي ما احنا شايفين. وبالتالي عندي في طرف او في ناحيه الانبوت عندي هيبقى عندي دي تربيع، يبقى اس تربيع. عندي 4 تنزل زي ما هي، الدي تبقى اس بس، 3 تنزل زي ما هي، لان ار اوف تي لما اجيب لها اللابلاس تبقى ار كابيتال اوف اس، فاخدت ار اوف اس كابيتال عامل مشترك من كله وخدتها ناحيه اليمين. فين الاوتبوت في الانبوت؟ طبيعي الاوتبوت يبقى ناحيه الشمال، يبقى سي كابيتال اوف اس هي الاوتبوت، الانبوت هي ار اوف اس. هجيب لابلاس، يبقى اقسم الاوتبوت على الانبوت، يبقى اسحب الار تحت هنا كده واسحب القوس ده اوديه تحت الناحيه الثانيه، يبقى عندي البسط هنا وادي المقام، بيديها ترانسفير فانكشن ببساطه. لو عندي معادله بالشكل ده وعايز ليها الديفرنشال ايكويشن، يبقى هو مديني مين؟ ترانسفير فانكشن، وانا عايز اجيب لها الديفرنشال ايكويشن. طبيعي من غير ما يقول اي حاجه ترانسفير فانكشن دي معناها ان هو كان شغال عند الزيرو انيشال كونديشن، يبقى هو كان شغال عند الزيرو انيشال كونديشن. نرجع تاني، الترانسفير فانكشن دي اللي هي دي اوف اس هفرض لها رمزين، اوتبوت على انبوت، اي رمزين، يبقى رمز اكس اوف اس ده الاوتبوت، اف كابيتال اوف اس ده الانبوت. خلي بالك لازم يبقى كابيتال، انا شغال في الاس دومين. هعمل ايه؟ اضرب الاوتبوت في المقام وبعد كده الانبوت في البسط. يبقى لازم ابدا كده، الاوتبوت يبقى على الشمال، الاوتبوت على الشمال في المقام، والانبوت اللي هو
في المقام لهنا هضربه في البسط يبقى ناحيه اليمين. تعال نفك كده، يبقى اس تربيع اكس كابيتال اوف اس، الاس تربيع معناها التفاضل الثاني، يبقى اس تربيع هتبقى اكس دبل دوت 6 اس في اكس كابيتال، تبقى 6 تنزل اس اكس كابيتال تبقى اكس دوت 2 اكس كابيتال 2 تنزل زي ما هي الاكس كابيتال تبقى اكس اوف تي. في ناس بتغلط في الحته دي، خلي بالك كويس ان الثابت بينزل زي ما هو، اكس كابيتال بتحول لاكس سمول اوف تي. معنى هنا 2 اف كابيتال اوف اس تبقى 2 والاس تبقى اف دوت معي 1 في اف كابيتال تبقى اف اوف تي. دي الديفرنشال ايكويشن. مثال تاني، عندي ترانسفير فانكشن بالشكل ده وعايز الديفرنشال ايكويشن بتاعي. اول حاجه لازم اتخلص من الاقواس اللي موجوده في الترانسفير فانكشن، بمعنى لازم المقام يبقى مفكوك والبسط يبقى مفكوك، يبقى هو بولينوميال صريح ما يبقاش اقواس، لازم افكه. فانا رحت فاكك المقام بالشكل ده، هو اداني الاوتبوت على الانبوت، تمام ما فيش مشكله. يبقى اضرب الاوتبوت في المقام الاول واقول يساوي الانبوت اللي هو في المقام اضربه في البسط الناحيه الثانيه، تبقى المعادله بالشكل ده. يلا اس تربيع في اكس كابيتال تبقى ايه؟ اكس دبل دوت ال21 عندي في اكس كابيتال تبقى 21 اكس دوت، لان الاس اس 1 معناها التفاضل الاول، اس تربيع معناها التفاضل الثاني، زائد 110 تنزل زي ما هي اكس كابيتال تبقى اكس اوف تي، 15 اف كابيتال تبقى 15 الاف كابيتال تتحول لاف سمول اوف تي. لو عندي مثال بالشكل ده، هنا عندي البسط والمقام مفكوكين مفيش مشكله، يبقى هضرب بالطريقه اللي احنا اتعلمناها، هضرب الاوتبوت في المقام على الشمال اهو، وابتدي اقول اس تكعيب معناها التفاضل الثالث، اس تربيع التفاضل الثاني، الاس التفاضل الاول، مفيش حاجه معناها الداله الاصليه، يبقى اقول كده اكس تريبل دوت وهنا 11، اس تربيع اكس دبل دوت ال 12 تنزل زي ما هي، اس معناها اكس دوت نفس الرمز هنا يبقى اكس دوت، 18 تنزل من زي ما هي ويبقى عندي نفس الداله اكس، اس اف كابيتال اوف اس يبقى تبقى اف دوت، الثلاثة تنزل زي ما هي الاف كابيتال تبقى اف اوف تي. هتتلخبط، دخل الاكس جوه القوس عندك في كل حد، اضرب الاف في كل حد هنا وابتدي حل. طيب نفترض ان المقام عندي مرفوع لباور عاليه، اس 50 اس 20 اس 10، فهل هبتدي احط هنا 10 دوت؟ لا، الموضوع مرهق طبعا. فاعمل ايه؟ في طريقه ثانيه، انا لسه قايل في الجدول بتاع التفاضلات، يعني التفاضل لما يكون مرفوع لباور هو نفس الرمز لما احط عليه عدد الدوتس عندي، او ممكن اقول الرمز نفسه بين قوسين الرقم بتاع التفاضل، بمعنى ان عندي اكس تريبل دوت، يبقى ممكن اكتب اكس بين قوسين كده اس 3، خلي بالك دي مش معناها باور، دي معناها التفاضل الثالث، طول ما الرقم بين قوسين فوق يبقى ده معناه التفاضل الثالث، هينزل 11 زي ما هو، اكس دبل دوت معناها اكس بين قوسين اس 2، 12 زي ما هي، اكس دوت معناها اكس بين قوسين اس 1، دي معناها التفاضل الاول، دي معناها التفاضل الثاني، 18 تنزل زي ما هي، هروح واحد يقول لي اكس احطها اكس وبين قوسين واحد. غلط، لان واحد بين قوسين معناها التفاضل الاول، تمام؟ يبقى الاكس تنزل زي ما هي اكس، نفس النظام اف دوت هنا حولها تبقى اف بين قوسين اس واحد، زائد 3، 3 تنزل زي ما هي، اف اوف تي تبقى اف اوف تي زي ما هي، ما ينفعش احط اف بين قوسين اس واحد، اس واحد معناها التفاضل الاول، تمام؟ وبالتالي لو عندك اكس اس ان هنا، دي معناها ان الداله مرفوعه الباور، اس ان داله رافعها الباور عادي، لكن اكس بين قوسين اس ان معناها التفاضل النوني لاكس. مثال اكس تكعيب لا تساوي اكس بين قوسين اس 3، اكس لا تساوي باكس بين قوسين اس 1، دي معناها التفاضل الاول، دي معناها الداله الاصليه. طب لو انا الداله الاصليه اكس عايز احولها لتفاضل، اه تتحول، بمعنى ايه؟ اكس بين قوسين اس 0 معناها ما فيش تفاضل، 0 يعني التفاضل 0 يعني ما فيش تفاضل، يعني الداله مش هتتفاضل، يديك اكس الاصليه. يعني اكس هنا ممكن اقول كده اكس بين قوسين اس 0 صح، الاف هنا ممكن اقول هي انا بتساوي اف بين قوسين اس 0 صح، لكن ان اكس تبقى اكس بين قوسين اس 1 ده غلط. نشوف مثال، عندي هنا ترانسفير فانكشن بسط ومقام، طبعا هو مديني هنا سهم وكاتب لي عليه سي كابيتال اوف اس، يبقى فين الاوتبوت؟ هي سي كابيتال اوف اس. هنا سهم داخل على ترانسفير فانكشن يبقى كاتب ار كابيتال اوف اس، يبقى هي دي الانبوت، يبقى ار عندي هي الانبوت، وبالتالي يبقى اقول له الجي اوف اس هي سي كابيتال على ار كابيتال، ده مين لابلاس الاوتبوت على الانبوت، واروح كاتب نفس اللي موجود في البلوك، هبتدي اضرب طرفين في وسطين، يبقى كل القوس اللي تحت ده هيتضرب في سي والقوس اللي فوق هيتضرب في ار، ويبقى الشكل قدامك زي ما انت شايف. هبتدي افوق، يبقى اقول ايه؟ اس 6 في سي كابيتال اوف اس، يبقى اقول سي سمول سمول واحط فوق منها 6 دوت. احل المشكله دي ازاي؟ اس اس 6 تبقى سي بين قوسين اس 6، 7 تنزل زي ما هي، اس اس 5 تبقى سي بين قوسين اس 5 معناها التفاضل الخامس، لان اس بتعبر عن التفاضل، زائد ال 3 تنزل زي ما هي، اس اس 4 تبقى سي بين قوسين اس 4، 2 تنزل زي ما هي، اس تكعيب معناها سي بين قوسين اس 3، اس تربيع معناها سي بين قوسين اس 2، زائد 5 في سي، 5 ده ثابت ينزل زي ما هو، السي كابيتال اوف اس تنزل سي اوف تي. نروح
لناحية الانبوت هيبقى عندي اس اس 5 ار كابتا، تبقى عندي هنا ار سمول عشان انا شغال في التايم دومين ديفرنشال ايكويشن، تبقى ار سمول اس بين قوسين 5 الاثنين تنزل زي ما هي، اس اس 4 تبقى ار بين قوسين اس 4 الاربعة تنزل زي ما هي، اس تكعيب يبقى ار بين قوسين اس 3، عندي الاس تربيع تبقى ار بين قوسين 2، عندي كمان 4 في ار كابيتال تبقى هي 4 في ار سمول، ده اللابلاس العكسي. واتمنى حلقه النهارده تكونوا استفدتوا منها حتى لو بحاجه قليله، وشكرا جزيلا.